اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتلي في قبره بما لا طاقة له به والحق بنبينا عليه السلام. اللهم إن صاحبا قد نزل بك وخلف الدنيا وأغريه وافتقر إلى ما عندك. إنسان طيب خلوق داخل سوق راسه متدين نقيف عقله في حياته في كل شيء، كان عنده طموح باش ولكن إن لله وإنا راجعون، هذا هو المكتب الشيء اللي نقوله الله يرحمه ويوسع عليه. كنت مؤخرا كنا مهارتي تلاقينا تنقصوا إنسان ما تسمعش منه شي حاجة خايبة ولا شي حاجة، إنسان ساكت مقابل شغله الله يرحمه. علاقتنا بالمرحوم علاقة يعني نفس البلدة ونفس يعني البلدين اللي في الجبال يعني في الشفشاون وداك الشيء، وتلقينا الخبر بواحد الصدمة يعني ما عندي ما نقول، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. والحياة هي هذه، وصلت الحياة للنهاية ديالو، الأجل ديالو هو يعني أي إنسان راه عنده الأجل ديالو، وحنا صابرين ونتمنوا الصبر للعائلة ديالو، الله يصبرهم والله يوسع عليه والله يرحمه في هاد النهار هذا، والحمد لله على كل حال. شي الطموح ديالو كأي شاب يعني المستقبل ديالو في العمل إن شاء الله، كان غايت أصلا كان تعين سبحان الله العظيم في ذاك النهار، وفي ذاك النهار اللي سبحان الله العظيم تعين فيه مع الوفاة ديالو. والحالة راك عارف أختي، يعني تسمع في الأخبار هذه راه ضروري غتصدم، ومعلوم إلا بالصبر، وهنا ما نعاونهم ان شاء الله بالصبر ان شاء الله. هادشي اللي كاين ان لله البقاء ولله وحده، وفى العمر ديالو وجا العمر ديالو مع التعيين ديالو مع العمر ديالو، مساله مع سميتو فاجئه يعني عظمى من عند الله تعالى تبارك والله يرحمه ويوسع عليه. كنت كنعرفوا بان الولد طيب واسره طيبه في الحقيقه من اهل القران، وهو مسكين يعني مازال شاب وحامل لكتاب الله، ويلا شد الدبلوم ديالو يعني مسكين كان عاد فرحان، ولكن لله ما أعطى ولله ما أخذ، اللهم لك الحمد. وكنطلبوا صبرنا الوالدين ديالو الأخوات ديالو الأسرة ديالو كنعزيوهم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.